الأم الفلسطينية أيضاً ارتقت شهيدة في كل مراحل المواجهة، زي ما الدكتورة فايحاء قالت لنا، من بدايات الصراع العربي الإسرائيلي من 47 وما قبل ذلك، وحتى الآن في مواجهة مع المحتل الإسرائيلي. الحرب الأخيرة على غزة استشهد عشرات ومئات الأمهات. واجهت الأم في غزة مصاعب وأهوال كبيرة جدا، لكنها وقفت في تحدي وصمود، متشبثة بالأرض، حاضنة لأطفالها، تحيط برعايتها كل من حولها، كل من فقدتهم، بتقدم يد الرعاية والرحمة لكل من حولها. شفنا عدد كبير جدا من الفيديوهات الإنسانية الصعبة جدا داخل قطاع غزة، وإزاي الأم بتبحث عن رفات أبنائها ورفات جيرانها داخل المباني المهدمة بشكل كبير. يعني نموذج استثنائي جدا للأم الغزاوية. احنا يمكن الفيديوهات اللي وثقتها وسائل التواصل الاجتماعي اللي بنشوفها طول الوقت حاجة ما حدش يقدر يستحملها. صحيح. حاجة صعبة جدا، ولكن الأم الفلسطينية وقفت قدام العدوان الغاشم بكل بسالة. عن الأم الغزاوية ودورها بنتكلم النهاردة مع المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر الدكتور ناجي الناجي اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير وأهلا وسهلا. الحقيقة اسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه التحية لحضراتكم لاستذكار بطولة وصمود الأم الفلسطينية في هكذا يوم. هذا موقف مسؤول من حضراتكم وهو ليس غريبا على الإعلام المصري. يعني احنا دايما بنتكلم عن العلاقات الوطيدة والأخوة ما بين الشعب المصري والفلسطيني، وفي البداية حابين نتكلم مع حضرتك عن كفاح وأشكال مقاومة الأمة الفلسطينية للاحتلال الغاشم. يعني الحقيقة خليني أبدأ من حيث انتهت دكتورة فايحاء، لأنه أشكال المقاومة اللي احنا بنشوفها تنفيذيا يوميا هي امتداد حقيقي لكل الدور العظيم اللي مارست الأم من عام 48. لما صارت النكبة بفلسطين كان اليقين عند الأمة الفلسطينية أن أسلوب المقاومة الأبقى والأهم هو العلم. لذلك دأبت العائلة الفلسطينية والأم الفلسطينية على وجه الخصوص على توفير كل سبل العيش بالرغم من صعوبة النكبة وقت ذلك وصعوبة الهجرة، من أجل أن تعلم أبنائها وتبدأ تخلق واقع جديد يناقض الواقع المريض الذي تعرض له المجتمع الفلسطيني أثناء النكبة عام 48. ما حدث في ذاك الوقت هو نفسه الذي يستمر حتى هذه اللحظة. حتى اليوم نحن نرى النموذج بتطوره، ونرى أن الأمة الفلسطينية الآن في ظل هذه الحرب المستعرة، حرب الإبادة الجماعية التي أكثر من 33 ألف شهيد غير اللي تحت الركام، حتى هذه اللحظة نرى هذا الجنون الإسرائيلي الموجود، ونرى مقاومة حقيقية من كل أم فلسطينية تحاول الحفاظ على البنيان المجتمعي لأسرتها، تحاول الحفاظ على الكينونة الهويتية لأسرتها، تحافظ على مناخات العيش ومقاومة هذا الموت بالحياة. أقول لحضرتك أنه أنا يوميا أتلقى الكثير من الاتصالات من أمهات في هذه الخيام في هذه الظروف العصيبة من أجل الاطمئنان على أبنائهم الدارسين في الجامعات المصرية. يعني السيدة في الخيمة في هكذا ظروف وهي بين لحظة أخرى قد تكون وقد لا تكون، وفي ذات الوقت هي تطمئن وتوصي على أبنائها من أجل أن يكملوا طريقهم في العلم. لذلك هو الحقيقة دور عظيم ما تقوم به، ودور استثنائي، ودور مليء بالتحديات. طب دكتور ناجي، يعني لو سألنا حضرتك كالأم الفلسطينية أو داخل نسيج الأسرة الفلسطينية، إيه هي أبرز القيم التي تحرص عليها الأم الفلسطينية في تثبيتها داخل البيت الفلسطيني، في يعني وضعها أمام أبنائها وأطفالها بشكل أساسي يومي في الحياة اليومية الفلسطينية؟ إيه هي أبرز هذه القيم؟ يعني كما قلت لحضرتك، هي بالنسبة للأم الفلسطينية التعليم أولاً، التعليم، الحفاظ على النسيج المجتمعي الفلسطيني ثانياً، ثلاثة الحفاظ على مفهوم الهوية الفلسطينية المكون من المنزل، من الأسرة، من العائلة، من نمو هذه العائلة، من تشظيها بالشكل الإيجابي، من الذهاب إلى توسيع مفهوم المشاركة الفلسطينية. أنا أود أن أشير إلى شيء أستاذ محمد، إن هو هذا الشكل الذي نتحدث عنه
هو أيضا شكل استثنائي، لأنه الأم الفلسطينية هي أولا تعيش في بيئة عصيبة للغاية في ظل وجود الاحتلال، لذلك هي لديها المقاومة التي تمارسها كل أم في العالم، وهي المقاومة من أجل بناء أسرة ناجحة وصالحة. وفي الوقت ذاته هي تقاوم هذا المحتل بأن تمارس هذا الدور ضمن ظروف غير طبيعية، بمعنى أي أم في العالم، كلنا نعلم أن الأمهات كلهم بأدوارهن العظيمة الحقيقة هي تقاوم أزمات المجتمع وأزمات الاقتصاد وأزمات الصعوبات الحياتية. فبص على ذلك أن أم الأسير وأم الشهيد وأم الفتى أو الصبية التي تسعى لأن تكون عنصر إنتاج في مجتمعاتها دون الدخول في أي التفاصيل. لذلك عندما تضع كل هذه العوامل في بوتقة واحدة وتنظر إلى المشهد من بعيد تقول أنها تحملت كثيرا. أنا أذكر منذ عامين كان في فعالية مهمة في الأقصر، ورشحنا كل دولة رشحت أحد من أجل تمثيل بلاده، من رشحته فلسطين هي خلفاء فلسطين، هي سيدة فقدت ثلاثة شهداء وثلاثة أسرى على سبيل المثال، أولادها فلذات أجبادها اللي ربتهم مثل أي أم في العالم فقدوا بهذه الطريقة وبهذه الآلية. إيه هي مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الأم الفلسطينية؟ كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم الأم الفلسطينية؟ الحقيقة يعني خليني أقول لك كمان بصراحة ووضوح أنه الفترة الأخيرة هناك انكشاف حقيقي حول جدوى وحقيقة هذا المجتمع الدولي، يعني بمعنى أنه على مستوى البيانات وعلى مستوى الهيئات والمؤسسات هناك العديد والعشرات من هيئات دعم الأمومة والطفولة على سبيل المثال، ولكن عندما ذهبنا إلى الواقع في التنفيذ هذا لم يتعدى هذه البيانات، لم يكن هذا المجتمع الدولي قادرا على حماية الأمة الفلسطينية ولا على أي مكون آخر بالمناسبة، بمعنى هذه دولة الاحتلال هي دولة فوق القانون، لم تستطع بأي شكل من الأشكال لا أن تحمي الأم ولا الطفل ولا الشيخ ولا الكهل ولا أي مكون من المكونات. لذلك ربما نستمع إلى الكثير من المداخلات حول دور الأمومة وحماية الأمة الفلسطينية، ولكن هل هناك من استطاع أن يوفر حماية حقيقية على الأرض وهي حماية ملموسة؟ للأسف الجواب لا، لم نستطع أن نجد ذلك. طب إلى جانب الدور الدولي والمؤسسات الدولية، هناك يعني تنامي كبير جدا وتصاعد لموجة تعاطف غير مسبوقة مع القضية الفلسطينية، يعني بنجد تظاهرات في عواصم عالمية، بنجد أن القضية تم إحيائها إنسانيا مرة أخرى. كيف ترى نظرة الشارع في العالم والرأي العام العالمي اليوم لما يحدث في قطاع غزة وتحديدا لدور المرأة والأم الفلسطينية؟ يعني أنا أحييك على هذا السؤال، لأنه بالفعل هو ما حدث في الآونة الأخيرة هو يعني لم يعد هذا المجتمع الدولي ولم تعد العواصم والمدن في العالم كله قادرة على التغاضي أو غض الطرف بأي شكل من الأشكال عن ممارسة هذا المحتل، بمعنى هذا المحتل أوصل الناس إلى درجة أنهم لم يعودوا قادرين على الصمت. كذلك يعني ما قدم من دماء في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، أيضا ما قدم من تضحيات، هذا الفجاجة في القتل والإمعان في الذبح الذي مارسه هذا المحتل وضع المجتمعات الغربية أمام بعض من مسؤولياتها. هنا أتحدث عن ضمائر الشعوب الحية التي تحركت وكانت خير سند للقضية الفلسطينية، وأعتقد أن بعض مواقف الدول يعني أصبحت نموذجا يقاس عليه في بالنسبة للتحرك الغربي مثل جنوب أفريقيا وإيرلندا وغيرها. وبالتالي العواصم التي تحركت والشعوب التي تحركت والضمائر الحية التي عملت جاهدة، وأيضا هناك كان محاولة كبيرة لتسليط الضوء على دور الأم ودور المرأة ودور الطفل في هذا القتل العشوائي الذي يمارس بحقهم، ولكن كما قلت لحضرتك حتى هذه اللحظة إن عملنا قياسا سريعا نجد أن التحول مهم للغاية، تحول في ضمائر ونبض الشعوب، ولكن ربما في إطار التأثير وفي إطار وقف ولجم هذا المحتل عن أفعاله حتى اللحظة لم نصل إلى هذه الدرجة. وكلنا رأينا سويا كيف في مجلس الأمن على سبيل المثال عندما كان هناك ما يشبه الإجماع كانت تقابل تلك القرارات بقرارات تمنع صدور أي حراك حقيقي من أجل وقف آلة الحرب، وهو الهدف الأهم الذي تسعى إليه كل دول المنطقة الآن.
بنشكرك شكرا جزيلا دكتور ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر.